دي شوكولاته. بص انا احكي لك على كل حاجه. في حاجه حضرتك؟ لا مفيش حاجه. وانت عرفت منين ان بوليس؟ اتهرست في افلام كتير قبل كده. سالت على جيم، انا عارف انه مش موجود هنا، فارتبك وما عرفش يرد عليا. طلع الحشيش الشوكولاته وهرشت الكمين اللي معمول لك. انت مقضيها افلام ولا ايه يا عم ادم؟ انا الصراحه بحب الافلام جدا، وتقريبا كل يوم بتفرج على فيلم. انت كمان بتحب الافلام؟ طب حط نفسك مكاني. انا ايه اللي يمنعني دلوقتي ان انا ما اسلمكش للبوليس انت وشنطه الشوكولاته اللي معاك دي؟ الحقيقه مش عارف، بس يمكن عشان بتدور على حاجه ولقيتها فيا ومحتاج واحد زيي مثلا. تفتكر انا الدرجه دي يائس؟ وانت جايب الثقه دي منين؟ لا بالنسبه للثقه انا واثق في نفسي جدا، مع اني مش خريج حقوق جامعه امريكيه زي معظم اللي بره دول. اقول لك على حاجه كمان، انا في اتنين منهم انا اللي نجحتهم. مفيش حقوق في الجامعه الامريكيه، وفي شباب من اللي بره دول برضو وصلوا هنا من غير ما انت تمتحن لهم. وبالرغم من كده انت سايبهم ملطوعين بره وقاعد معانا، تفتكر ليه؟ عشان بثق في كاميليا. لا مش فاهم. مش مهم، احنا الموضوع مختلف عندنا شويه. يعني مثلا نتيجتك في الثانويه العامه بتفرق معانا جدا. انا جايب 99% في الثانويه العامه، بس هل انتوا بتعينوا ناس بالثانويه العامه؟ لا طبعا، بس ده معيار مهم للتقييم. احنا مش عايزين اللي مجموعهم جاب لهم حقوق، احنا عايزين اللي جاله طب وهندسه وهو عايز حقوق. عايزين اللي بيحب مهنه المحاماه ويكون قدها. ايه ده؟ انا مش مصدق نفسي والله، انا حاسس انك بتتكلم عليا انا بالظبط. انا كنت كاتب حقوق رغبه اولى. انت جامعه ايه يا ادم؟ القاهره، وعضو نقابه كمان. ادم ده باخوك؟ اي واحد زيي هياخد باله من حرف ليه الزياده. مش انت لوحدك اللي لماح وغاوي افلام عم ادم؟ احترم ذكائي زي ما انا بحاول احترم ذكائك. على فكره انا درست سنتين في جامعه القاهره، والعميد فصلني علشان كنت بلخص الكتاب بتاعه وببيعه. واخوه سايبك تنتحل شخصيته ليه؟ عشان اخويا مش هنا، اخويا هاجر امريكا. بس انا بفهم في القانون اكتر من اخويا ومن الدكتور اللي فصلني ومن ثلاث ارباع محامين البلد. كتر خيرك سبت لنا ربع. يعني علشان ما بقاش ببالغ بس. كل الكلام اللي انت بتقوله ده جميل وانا مقدره، بس للاسف مش هينفع. يمكن لو كان تقديرك جيد كان ممكن افكر. انا هعمل معاك اتفاق واطلع جدع. انا خليك تمشي من هنا من غير ما حد يشوفك. اتفضل. وانا مش محتاج الاتفاق بتاعك. افتح قوانين الشركات المساهمه، وايه رايك قانون منها؟ من غير ما افتح ورق. يقسم راس مال الشركه الى اسهم اسميه متساويه القيمه، ويحدد نظام القيمه الاسميه للسهم بحيث لا تقل عن جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه او ما يعادلها من العملات الحره، ويلغى كل نص يخالف ذلك في اي قانون اخر. القانون المدني ماله؟ بيسلم عليك. الماده 147 فيه بتقول ايه؟ العقد شريعه المتعاقدين، فلا يجوز نقضه او تعديله الا باتفاق الطرفين او الاسباب التي قررها القانون. حلو. انا لما بقيم محامي بقيمه على حاجتين، 10% على الكلام اللي انت لسه راسه دلوقتي، و90% على الشخصيه والذكاء. انت لما دخلت من هنا انا راينت نفسي انك مش هتمشي من هنا غير لما تقنعني، وانا كسبت الرهان. بس في رهان تاني معايا. معاك. شنطه الشوكولاته دي هتدفنها تحت الارض، وصاحبك ده هتنساه خالص. اتفقنا؟ اتفقنا. كاميليا بره هتقولك على كل التفاصيل. ماشي، شكرا جدا. طيب بالنسبة للاتفاق انك تخليني اخرج من هنا من غير ما حد ياخد باله، لسه قائم ولا سحبته؟